مرحبا، أنا الدكتور علاء الدين معراوي من مركز خليج دولي للأورام في أبوظبي. بحب اليوم أحكي عن موضوع هام له علاقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. الكثير من السيدات لما بنحكي عن ضرورة عمل صورة للكشف المبكر عن الثدي ماموغرام بيقولوا أنه أنا والدتي أو أخواتي ما صار معهم سرطان ثدي، فليش أنا أعمل هالشي؟ الحقيقة أنه هالصورة هامة، وفي شغلة بالذات بحب أحكي عنها، أنه أورام الثدي أحيانا بتبدأ بمرحلة مسميها مرحلة زيرو، مرحلة صفر، فهي مرحلة ما قبل انتشار الورم وظهوره بشكل يغزو ما حوله. فهالحالة نسميها DCIS بالإنجليزي، أو بالعربي ورم الأنابيب الحليبية الموضعي، فهو ورم خبيث ولكن موضعي، ما طلع من خارج الأنابيب أو القنوات اللي بتفرز الحليب. فبهالحالة هذا هالحالة ما قبل سرطان الثدي أحيانا بنحب نسميها، ما بتظهر بأي كتلة ولا بأي أعراض. الشيء الوحيد اللي بيبين لما بنعمل صورة للثدي بظهر مناطق فيها تكلسات أكثر من الطبيعي، وبالتالي لما بنعمل الكشف المبكر ويلاحظ وجود هالتكلسات ممكن أخذ عينة منها، وإذا ثبت أنه وجود مرحلة صفر من سرطان الثدي فبهالحالة يمكن استئصال الكتلة المصابة، وبالتالي تخلص باكرا من الحالة المرضية، وبالتالي المريضة ما راح يتطور معها من مرحلة صفر لمرحلة واحد، وبالتالي ما بيصير معها سرطان ثدي لأنه انكشف وتعالج في حالة أو في مرحلة ما قبل سرطان. فلذلك يعني هالشيء الماموغرام راح يكون ضروري، وللأسف ما في أي فحص تاني بكشف غير الماموغرام. لذلك نحن ننصح السيدات بعد عمر 40 سنة يعملوا صورة للثدي كل سنتين مرة، وذلك للكشف المبكر. وشكراً.